بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، سنقوم في هذا اليوم بمراجعة شاملة حول الدالة اللوغاريتمية، حيث سنقوم بحل تمارين يخص الدالة اللوغاريتمية لاسترجاع جميع أفكار الدالة اللوغاريتمية والتحضير الجيد لشهادة البكالوريا 2021. جيد، إذن ماذا يقول التمارين؟ نعتبر الدالة العددية F المعرفة على المجال من صفر إلى زائد لا نهاية. نحن نعلم أن الدالة اللوغاريتمية معرفة دوما من هذا المجال من صفر إلى زائد لا نهاية. هذه الدالة اللوغاريتمية ويرمز إلى الدالة اللوغاريتمية بهذا الرمز ln دو X. هذا مبدئيا. إذا نعتبر الدالة، نعتبر الدالة F المعرفة على المجال من صفر إلى زائد لا نهاية. جيد، حيث أن F دو X ماذا يساوي؟ يساوي 1 زائد 2 لوغاريتم X على X. جيد، أول شيء ماذا يقول؟ احسب هذه النهاية المطلوبة، حساب النهاية. أنه لا ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الزائد للنهاية ماذا يساوي؟ نأتي في الامتحان بورقة أوساخ، حيث نقول أنه لا ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الزائد للنهاية، راح نعوض أنه 1 زائد 2 ألان الزائد للنهاية على الزائد للنهاية. حذر في ورقة الإجابة لا نكتب بهذا الشكل، هذه في ورقة أوساخ. ألان زائد لنهاية على الزائد، ألان زائد لنهاية هي الزائد لنهاية، الزائد لنهاية على الزائد لنهاية هي حالة عدم التعيين، لكن لدينا أنه ألان دو إكس على إكس لما إكس يؤول للزائد لنهاية ماذا يساوي؟ يساوي الصفر. هذه نهاية شهيرة درست في درس التزايد المقارن. جيد، بما أنه ألان دو إكس على إكس هي نهاية شهيرة تؤول إلى الصفر، إذا النهاية تساوي 1. هذا فيما يخص النهاية الأولى. نأتي الآن إلى حساب النهاية الثانية، أنه لا ليميت f لx لما x يؤول للصفر عفوا بقيم أكبر يساوي. نأتي أيضا في ورقة أوساخ نفس الفكرة، أنه f لx لا ليميت f لx 1 زائد 2 ألان صفر الموجب بقيم أكبر على x بالصفر الموجب. هذا الكتابة خاطئة في الريليت، لكن سنقوم بها لاستجاج فكرة النهاية. ألان صفر بقيم أكبر قلنا يساوي أنه 1 زائد، ألان صفر بقيم أكبر قلنا هي الناقص لنهاية على الصفر الموجب، هذه تساوي الناقص لنهاية زائد 1 يساوي الناقص لنهاية. بسيط. جيد، هذا في حساب النهاية. بعدها ماذا يقول؟ ماذا تستنتج؟ نستنتج أنه، نستنتج أن إيكغريك يساوي الواحد مستقيم مقارب بجوار الزائد لا نهاية. جيد، أيضا إكس يساوي صفر أيضا مستقيم مقارب. ممتاز، بعدها ماذا يقول؟ أدرس اتجاه التغير لهذا الدالة. إذا دراسة اتجاه التغير للدالة F. إذا في اتجاه التغير راح نشوف مشتق، بعد ما قمنا بحساب النهايات راح نقوم بمشتق وإشارة المشتق وإشكال جدول الإشارة. إذا دراسة المشتق، إذا المشتق راح نقول أنه F دالة قابلة للاشتقاق على المجال من صفر إلى زائد لا نهاية، حيث أن الفتحة دو إكس يساوي، أنا واش ندير جا مشتق؟ مشتق الواحد هو الصفر. جيد، راح ندير كسر. مشتق واش راح ندير؟ راح نجبد اثنين في عامل مشترك، وراح نفتح أنه
مشتق ln x في ال x، مشتق ln x هو 1 على x في ال x، 1 على x ضرب x. جيد، ناقص تاع القانون أن مشتق x هو 1 في ln دو x هو ln دو x. جيد، على x مربع، هذا بالنسبة إلى المشتق. تصبح أن الفتحة دو x ماذا يساوي؟ راح تروح الاكس مع اكس تصبح انه 2 ناقص 2 لوغاريتم اكس على اكس مربع، هذه هي الدالة المشتقة دي اف. جيد، بعدها سنقوم بدراسة اشارة المشتق. كيف يتم دراسة اشارة المشتق؟ وش راح ندير؟ بالمناسبة أن إشارة 2 ناقص 2 ألان دو إكس على إكس مربع، نحن نعلم أن إكس مربع كنجي نرسم جدول التغيرات من صفر لزائد لنهاية هذا، هذا القيمة تنعدي من أجل صفر قبل مخالف بعد موافق، بمعنى أن إكس مربع موجبة، إذا لا تؤثر على المشتق. بما أنها موجبة راح نشوف إشارة من إشارة 2 ناقص 2 إكس، إذا راح نكتب أن إشارة إشارة المشتق من إشارة 2 ناقص 2 ألان دو إكس. كيف راح ندرس المشتق؟ تبدأ معايا ندرس الإشارة 2 ناقص 2 ألان دو إكس يساوي الصفر. هي تصبح معادلة بسيطة، تصبح أنه ناقص 2 ألان دو إكس يساوي الناقص 2. راح نضرب في إشارة ناقص، راح نتخلص من هذا الناقص وراح نتخلص من هذا العدد 2، يصبح هنا 1. راح ندخل الأسية أنه أسية ألان دو إكس يساوي أسية الواحد، أسية الواحد يساوي أ. إذا تصبح الأسية روح مع اللوغاريتم، إذا إكس يساوي أ. إذا المشتق ينعدم يعني من أجل x يساوي ال. نأتي إلى جدول الإشارة. جدول الإشارة بهذا الشكل، جدول الإشارة معرفة من صفر إلى غاية الزائد للنهاية ينعدم يعني من أجل ال. إذا x وهذه الفتحة دو إكس، هذا نلاحظ مخالف لإشارة أ مشتق أ هي موجبة، مخالف لإشارة أ نحن واش لقينا أنو 2 ناقص 2 ألان دو إكس، هاي إشارة أ مخالف لإشارة أ وهنا موافق لإشارة أ. هذا فيما يخص جدول الإشارة. بعدها يأتي جدول التغيرات. إذا جدول التغيرات نرسم هنا جدول التغيرات لهذه الآلة. إذن جدول التغيرات، جدول التغيرات راح نقوم بهذه الدالة، هذا الجدول صفر الزائد للنهاية، هنا راح نكتب قيم دو إكس، هنا إف دو إكس، وهنا إف دو إكس. نظن أن هذا الجدول واضح بالنسبة إلى الإشارة. جيد، بعدها نأتي إلى تنعدم من أجل أ. قلنا أن موجب سين، لاحظ معايا هذا الجدول موجبة وهنا سين، هذا هو جدول التغيرات. لاحظ معي في حساب النهاية باش نشوف روحي راني في الاتجاه الصحيح. عند الزائد للنهاية قلناه يساوي الواحد، عند الأ راح نحسب اف لأ، أنا كي نجي نحسب اف لأ يساوي واحد زائد اثنان على، كي نحسب صورة الأ على أ. جيد، هنا تأتي أنه واحد زائد اثنان على أ، نحسب صورة أ بواسطة الدالة إف. عند الصفر ماذا لقيناه؟ لقيناها تساوي الناقص للنهاية. هذا هو جدول التغير. لاحظ معايا من ناقص للنهاية راح نروح في الاتجاه واحد إلى اثنان على أ، ومن واحد إلى اثنان راح نهبط إلى قيمة
القواعد. جيد. بعد ما درسنا الإشارة وجدول التغيرات، يقول أدرس وضعية السي إف بالنسبة إلى مستقيم إي يساوي الواحد. إذا دراسة بهذا الشكل، دراسة الوضعية سي إف بالنسبة للمستقيم إي يساوي الواحد. كيف يتم دراسة الوضعية؟ الوضعية مش راح ندير الدالة اف دو اكس ناقص اي، يجب دراسة هذه القيمة ما يساويها، بمعنى انه اف دو اكس ناقص اي ماذا يساوي؟ القيمة التي وجدتها يجب دراسة اشارتها لكي نتحصل على الوضعية اف دو اكس يساوي 1 زائد 2 لوغاريتم دو اكس على اكس ناقص ناقص الواحد. الزائد الواحد الناقص واحد يساوي صفر، أصبحت أنه f دو x ناقص y يساوي 2 لوغاريتم دو x على x بهذه الطريقة. هذه هي قيم f دو x ناقص y. الآن راح ندرس إشارة هذه القيمة. إذا تصبح أنه f دو x يساوي f دو x عفوا ناقص y يساوي 2 ألان x على x بهذه الطريقة. جيد، أنك ديما نجي جدول الإشارة، عندنا من صفر إلى غاية الزائد لينيار، راح القيمة هذه تنعدل من أجل صفر، قبل مخالف بعد موافق، بمعنى أنه x دوما موجب، إذا إشارة من إشارة 2 ألان دو x، 2 ألان دو x، 2 ألان دو x، نحن نشوف إشارة تاع ألان دو x، ألان دو x تنعدل من أجل القيمة واحد. إذن من صفر الزائد لنهاية بهذه الصيغة f دو x، راح نشوف هنا الوضعية تنعدل من أجل القيمة واحد. واش نلاحظ أن القيمة تاعي موجبة قبل مخالف بعد موافق في هذا الحال. جيد، في هذه القيمة من صفر إلى زائد لنهاية راح يقوم المسقف تحت البين، وهنا من واحد إلى زائد لنهاية راح نكتب قيمة فوق. عند القيمة واحد راح نروح نحسب f الواحد، هنا سي اف يقطع بهذا السعر. هذا هو دراسة الوضعية. بعدها ماذا يقول في التمارين؟ اكتب معادلة المماس تي عند النقطة ذات الفاصلة واحد. إذا كتابة معادلة المماس، كتابة معادلة المماس. معادلة المماس أول شيء هي من الشكل عند الفاصلة واحد. الشكل تاع معادلة المماس أنه إي ماذا يساوي؟ يساوي الفتحة دو إكس في الإكس ناقص إكس زيرو زائد f لx 0. تصبح انه y ماذا يساوي؟ الفتحة لواحد في الاكس ناقص واحد زائد f لواحد. جيد، اذا تصبح المعادلة انه y ماذا يساوي؟ f لواحد فتحة لواحد يساوي 2 في x ناقص الواحد زائد الواحد. تصبح المعادلة أنه y يساوي 2x ناقص الواحد. هذه هي معادلة المستقيم t. جيد، بعدها ماذا يقول؟ بين أن f دو x يساوي الصفر يقبل على المجال من صفر واحد حل وحيد ألفا، حيث ألفا أكبر من أس ناقص 0.4 وأقل من أسيت 0.3. في نظرية القيم المتوسطة راح نحقق ثلاثة شروط. إذا تبيان
أن F تقبل حل وحيد على المجال من 0 إلى 1. جيد، حيث ألفا أكبر من أسيت ناقص 0.4 وأقل من أسيت ناقص 0.3. أول شيء مش راح ندير من 0 إلى 1، نحب نجي لهنا ولا نجي إلى قيمة نزق قيم 1 مثلا هنا. لاحظ معايا هذه القيمة موجبة، إذن الدالة F موجبة وهذه القيمة مستمرة على المجال من 0 إلى 1. جيد، الشرط الأول محقق. نأتي إلى الشرط الثاني، أن F الدالة F موجبة ومستمرة. حوش ندير، راح من الجدول تاعي راح نلاحظ القيم المتوسطة. نجي للألفا، الألفا ما بها؟ ألفا أسيت أو ناقص 4 F، شرط ثين أنه F لي أسيت ناقص 0.4 ضرب F لي أسيت ناقص 0.3 أقل تماما من الصفر. لماذا؟ لأن أسيت راح تقع في هذه القيمة، كي نجي نسقط راح نلقاها قيمة سلبة، وأسيت ناقص 0.3 راح نلقاها قيمة موجبة. السلب ضرب الموجب راح يكون أقل من الصفر، هذا من الجدول. أو بالآلة الحاسبة راح نروح نحسب صورة F لي أس ناقص 0.4 ونروح نحسب F أو صورة أسيت ناقص 0.3 بالآلة الحاسبة. حتما إذا ضربت هذه القيمة جداء ضرب هذه القيمة راح نلقاها قيمة سالبة أقل من الصفر. ونقول حسب نظرية القيم المتوسطة فإن ألفا تقبل حل وحيد على المجال من 0 إلى 1. جيد، بعدها ماذا يقول؟ أنشئ التمثيل البياني للدالة F و T. الآن نأتي إلى التمثيل البياني، نأتي إلى التمثيل البياني. إذن التمثيل البياني، بعدها التمثيل البياني. راح نرسم التمثيل البياني ومن هذا الجدول راح نرسم البياني. هذا معلم، محور الفواصل ومحور الترتيب، اكس اكس فتحة وإيغريك إيغريك فتحة. راح نقوم بتقسيم هذا البيان. عزيز الطالب تستعمل المسطرة وورقة مليمترية في شهادة البكالوريا. أول شيء راح نرسم المستقيم المماسي، هو y يساوي 2 x ناقص 1، يتم بهذه الطريقة. x راح نمد قيمة x وجد قيمة ل y، راح مثلا نقيم x بصفر y بناقص 1، بعدها راح نقيم قيمة x بواحد y بواحد. x قيمة جيد، أصبحت 0 ناقص 1، هذا 0 في x وهذا ناقص 1 في ال y. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية 1 1، وهذه هي النقطة الثانية. لاحظوا معي البيان سيكون بهذا الشكل، هذا هو تي أنه إيغريك يساوي 2 إكس ناقص الواحد. راح نقوم أنه إيغريك يساوي 2 إكس ناقص الواحد، هذا هو تي. بعدها أول شيء باش نرسم البيان راح نرسم المستقيمات المقاربة. أول مستقيم مقارب هو إيغريك يساوي الواحد، هذا هو إيغريك. جيد، هذا إيغريك يساوي الواحد، مستقيم مقارب، ولدينا إكس يساوي 0 أيضا مستقيم مقارب. بعدها راح نحسب، نشوف الـ يساوي 2.71، 2.71. جيد، نأتي إلى راح نحسب صورة 1 + 2 على أ، راح نحسبها بالآلة الحاسبة. 2 على أ كم تساوي؟ 2 على أ تساوي 1.73، إذن 1.73.
73 بهذه الصيغة، هذه هي قيمة الفاصلة. لاحظ معي الفاصلة بهذا الشكل. جيد، إذا واش ندير؟ أنا راح نرسم نشوف ألفا، ألفا محصورة بين 0.67 ومحصورة بين 0.74، ألفا ستقول بهذه القيمة. جيد، هذه هي قيمة ألفا. الآن واش راح ندير في الجدول؟ واش يقول لي؟ يقول لي من صفر، من ناقص نهاية إكس يساوي صفر بهذه القيمة، راح يفوت على ألفا، هذه قيمة ألفا. جيد، بعدها راح يمشي ال الأو و اف لأو، الأو اف لأو هاي القيمة. جيد، بعدها راح يمشي للزايد لنهاية إكغيك يساوي الواحد، أين هو إكغيك يساوي الواحد؟ راح يمشي للزايد لنهاية، يمشي بهذا الشكل. هذا البيان سي اف، هذا هو سي اف. جيد، بعدها الجزء الثاني ماذا يقول؟ في التمارين أعطاني جزء آخر في الدالة اش. جيد، إذا أعطاني الجزء الثاني عفوا، في الجزء الثاني قال ماذا يقول؟ يقول لتكن الجزء الثاني، لتكن الدالة اش المعرفة على المجال R ما عدا الصفر، R ما عدا الصفر. جيد، واش مثل مدلي أنو اش دو إكس ماذا يساوي؟ يساوي واحد زائد اثنان لوغاريتم القيمة المطلقة لإكس على القيمة المطلقة لإكس. جيد، السؤال الأول ماذا يقول؟ وسي اش هو تمثيلها البياني، سي اش تمثيلها البياني. جيد، ماذا يقول؟ احسب اش لإكس ناقص اش لناقص إكس. حساب أنه اش لإكس ناقص اش لناقص إكس ماذا يساوي؟ بما يذكرني هذا القانون؟ يذكرني بالدالة الزوجية. راح نحسب اش لإكس، اش لإكس ماذا يساوي؟ يساوي واحد زائد اثنان لوغاريتم القيمة المطلقة لإكس على القيمة المطلقة لإكس، ناقص اش لناقص إكس يساوي واحد زائد اثنان لوغاريتم القيمة المطلقة لناقص إكس على القيمة المطلقة لناقص إكس. جيد، يساوي، نحن نعلم أن القيمة المطلقة لناقص إكس تساوي إكس، القيمة المطلقة لإكس تساوي إكس، والقيمة المطلقة لناقص إكس تساوي الإكس. جيد، راح نحسب أن واحد زائد اثنان لوغاريتم القيمة المطلقة لإكس على إكس، ناقص واحد زائد اثنان لوغاريتم القيمة المطلقة لإكس على إكس. أنا كنت داخل إشارة ناقص حاليا، لأنه عندي قال لي ناقص، الناقص راح تولي هنا ناقص. جيد، راح تروح واحد مع الناقص واحد، وتروح اثنين على الإكس على إكس تروح على ناقص اثنين القيمة تلقى إكس ويساوي الصفر. بعدها ماذا يقول؟ ماذا تستنتج؟ نستنتج أن الدالة اش، نستنتج أن الدالة اش دالة زوجية. جيد، بعدها ماذا يقول؟ اعتمادا من البيان السابق سي اف ارسم سي اش. جيد، في الحالة انه لو كان ما كانش هذا البيان ما نقدرش نرسم الدالة سي اش. جيد، اذا كيف يتم رسم الدالة سي اش بهذا الصيغة او بهذه الطريقة؟ جيد، اذا بما انها دالة زوجية راح تكون بهذا الشكل. جيد، إذا هذا هو البيان فقط، هنا برك التوضيح راح تكون بهذه الصيغة.
لاحظ معايا انا واش عندي؟ عندي المماس راح تشوف بهذه الطريقه، راح يكون مماس فقط، رسم بسيط فقط بهذه الطريقه، نعاود نرسمه لي بهذه الطريقه. ممكن هذا هو سي اف وهذا سي اش، هو البيان سي اش. لاحظ معايا في البيان راهم متناظرين بالنسبة إلى إيكغيك، لأنو هذه تسمى الدالة اش هي الدالة زيرو هجرية. هذا البيان راح نرسم البيان أيضا بهذه القيمة هجرية. هذا هو التمثيل البياني للدالة اش. هذا هو ما يخص مراجعة في حل التمارين بالدالة اللوغاريتمية. أعزائي الطلبة، لا تنسوا الاشتراك في قناتي ليأتيكم كل جديد عن المراجعة الشاملة في الرياضيات لاستعداد لشهادة البكالوريا 2021. وأي إنسان لديه إشكال في مادة رد، أو أي طالب لديه إشكال في مادة الرياضيات يتصل بي عبر الفيسبوك، وحظ موفق لجميع الطلبة.